النرجسي كائن غريب، النرجسي ليس منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلتنا الجميلة، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم نعمان زريوح في فيديو صادم. لماذا؟ لأن هذا الفيديو من المستحيل على أي نرجسي أن يكمله، وبالعكس من ذلك تماما، ضحية النرجسي سوف تعيده مرات ومرات، وقد تحتفظ به للذكرى لأنه الدليل على أنها تعيش مع شيطان، مع شخص، مع كائن لا يمكن التعايش معه. سأكشف اليوم عن 5 مشاكل فقط النرجسي يعاني منها، مشاكل جنونية، مشاكل لا إنسانية تجعله غريبا عنا، تجعله غريب الأطوار، وتجعل من المستحيل تحمله. بطبيعة الحال أنا أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط، كما أن هناك نرجسيين رجال، هناك نرجسيات نساء. قبل البدء لايك ليصل هذا الفيديو لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، وإذا لم تكونوا قد اشتركتوا اشتراك وتفعيل الجرس فمرحبا بكم أحبائي. قبل أن أبدأ أريد أن أسألك أختي العزيزة، ألا تحسين، ألا تشعرين بأن ذلك الشخص أمامك، ذلك النرجسي، هو شخص غريب، هو لا يشبه البشر، وأنت الوحيدة التي تحسين بهذا، والجميع يعتقدون أنك تظلمينه؟ أريد أن تخبريني بذلك في التعليق أسفل الفيديو. أولا، النرجسي يعيش في عالم موازي، يعيش في عالم نحن لا نستطيع أن نفهمه، لا نستطيع أن نغوص فيه. لماذا؟ لأنه يعتقد حرفيا أنه إله منزل، أنه لا يستطيع أن يتعايش مع أناس أقل منه درجة، لذلك فهو سيحاول أن يتحكم فينا. هو دائما يكذب، هو دائما يحاول أن يخدع الجميع لكي يظهر بتلك الصورة، لأن أناه متضخم، ولأنه فعلا قد يصدق أكاذيبه، لذلك فهو مقنع عندما يتحدث. ولكن هو لا يحاول أن يكذب على الجميع، لا، هو يعرف الضحايا اللواتي بإمكانه خداعهن، ويتفادى الأشخاص ذوي الشخصيات القوية والذين يعرف جيدا أنهم قد يكشفونه. النرجسي يعتقد في عقله المريض أن هذا العالم لا يستطيع أن يشتغل بدونه، إنها الحقيقة. يعتقد أنه مسؤول عن الجميع، يعتقد أنه مسؤول عن كل ما يحيط به، لذلك فهو يحاول أن يتحكم في كل صغيرة وكبيرة. وبطبيعة الحال أختي العزيزة، أنت تعرفين أنه يتجسس عليك، أنه يراقب جميع تحركاتك، ودائما يريد أن تكوني تحت مجهره. أريد أن تؤكدي لذلك في التعليق، ألم تعاني من تحكم وسلطوية النرجسي الخبيث؟ ثاني مشكل جنوني فقط النرجسي الخبيث يعاني منه هو أنه يعاني من فراغ داخلي، داخله فارغ، داخله بارد، وهو الوحيد الذي يعاني من هذا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يواجه نفسه، هو لا يستطيع أن يراجع تصرفاته، لأنه يعتقد أنه منزه عن الخطأ، أنه ملك، أنه لا يخطئ، لذلك فهو لا يتطور، هو دائما حبيس تلك الشخصية المزدوجة التي بقيت تعيش في الطفولة. هو لا يستطيع أن ينظر إلى المستقبل لأنه ليست لديه مشاريع، هو يعيش الحاضر كما لو أنه سيموت غدا، لهذا فهو دائما في منافسة، دائما في حرب مع نفسه ومع الآخرين، لهذا فهو لا يستطيع أن يراجع نفسه
ولا يستطيع بالتالي أن يطلب المسامحة لأنه لا يعترف بأخطائه. النرجسي فارغ من الداخل، وهذه ثاني مشكلة فقط النرجسي يعاني منها وتجعل منه كائنا غريبا. ثالثا، النرجسي لا يتعاطف. التعاطف هي سمة إنسانية بامتياز، هي الصفة التي تجعلنا نضع أنفسنا مكان الآخرين، نساعدهم ونشفق عليهم. ولكن النرجسي لا، هو فقط منصب ومنهمك على نفسه، لا يشعر بالآخرين. وأقوى مثال على ذلك هو المتسول. النرجسي قد يساعد متسولا مسكينا في الشارع فقط أمامك وأمام الآخرين، فقط لكي يزين صورته الاجتماعية، ولكن في قرارة نفسه هو يحتقر ذلك المتسول، هو لن يساعده أبدا إذا كان لوحده. وبطبيعة الحال قد يقولها لك مباشرة، قد يقول لك: انظري إلى ذلك المتسول، لماذا لا يشتغل؟ لماذا هو عالة على المجتمع؟ إنه حقير. ولو كان هذا المتسول عجوزا أو معاقا. مثال آخر هو أنه لا يشفق عليك، لا يتعاطف معك، فقد تشتغلين طوال اليوم خارج البيت أو داخله، وعندما يدخل فهو يطلب منك مهاما منهكة، هو يعرف أنها تتعبك وأنك لا تتحملينها. لماذا؟ لأنه سادي، لأنه يستمتع بعذابك، لا يريدك أن تكوني مرتاحة وأن تستلقي ولو لبضع دقائق، سوف يتهمك بأنك زوجة مهملة. النرجسي لا يتعاطف أبدا، وهذه الميزة تجعل منه كائنا غريبا، كائنا لا إنسانيا، كائنا لا يشبهنا تماما. رابع مشكل جنوني للنرجسي هو أنه لا يستطيع أن يعيش بدون تلاعب. هو دائما يرتدي ذلك القناع، قناع الشخص الواثق من نفسه، اللامع، العبقري، ولو أنه في الحقيقة هو يحتقر نفسه. إنها الحقيقة، النرجسي لا يتحمل أن يرى نفسه في المرآة، لذلك فهو دائما يظهر بواجهة سطحية أمام الآخرين، ويكذب باستمرار لكي يعطي مصداقية وشفافية لتلك النظرة التي يريد أن يعطيها للجميع. النرجسي لا يستطيع أن يتحدث بطلاقة، هو دائما يتحدث بخلفية لأنه لا يريد أن يكتشف، ولهذا فهو دائما يبدو غامضا، يبدو غريب الأطوار، يبدو شخصا غير عادي. وبالفعل هو شخص غير عادي، وأنت تعرفين هذا جيدا. النرجسي هو أكبر متلاعب على وجه الأرض. لماذا؟ ليس لأنه يتلاعب كثيرا، لا، بل لأن التلاعب هو نمط حياة. هو لا يستطيع أن يعيش حرفيا بدون تلاعب، نفاق، خداع، خيانة، غدر إلى آخره. المصطلحات لا تنتهي هنا، لأن النرجسي بالفعل هو ملك التلاعب. خامسا وأخيرا، وهنا أريدك أن تشاركيني في التعليق تجاربك، لأنك ستؤكدين هذه الصفة الشيطانية، هذا المشكل الذي فقط النرجسي يعاني منه، والذي يجعله كائنا غريبا، كائنا لا إنسانيا، وكأنما قد أتى من كوكب آخر. هذا المشكل هو أنه يحب النزاع، يحب الصراع، لا يستطيع أن يعيش في سلام مع نفسه ومع الآخرين. هو دائما يفتعل المشاكل ولو من أقل الأسباب أهمية، أي من أتفه الأسباب. هو لا يستطيع أن يرى شخصا ما سعيدا، خصوصا ضحيته الرئيسية التي هي أنت. والدليل على ذلك هو أنه يموت غيظا عندما يراك تبتسمين، ترقصين، تغنين، أو ببساطة لبست لباسا أنيقا. وأيضا هو يحاول ما أمكن أن يفسد الأعياد والمناسبات والسفريات، لأنه لا يستطيع أن يراك سعيدة،
لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يكون سعيدا، هو يعرف أنه تعيس للأبد، هو مصاب بالاكتئاب، اكتئاب مزمن، ولو أنه يريد أن يظهر عكس ذلك. ولهذا فهو لا يتحمل أن يرى في عينيك السعادة والسرور، وهو يحسد أطفاله أيضا إذا رآهم سعيدين أو يلعبون، وقد يضربهم عمدا لكي يعاقبهم على شيء لم يفعلوه، وأيضا لكي ينكد عليك، لأنه يعلم أنك تردين الفعل، أنك تغضبين عندما ترين أطفالك يبكون. النرجسي مفتعل للصراعات، للنزاعات، ليس فقط في الأسرة بل أيضا في العمل، في الشارع. أختي العزيزة، أنا متأكد أنك قد رأيت بأم عينيك النرجسي يتشاجر مع الجيران في الشارع، مع أي شخص كيفما كان، وعلى أتفه الأسباب، فقط لكي يغطي على ذلك العجز الذي يشعر به. النرجسي عاجز وفاشل، هو يعرف هذا جيدا، لذلك فهو دائما سوف يفتعل النقاش، دائما سوف يخترق الصراعات والنزاعات والحروب، وهذا يجعل التعايش معه مستحيلا، وهذا يجعل هذا الإنسان بين قوسين كائنا غريبا، كائنا لا يشبهنا، كائنا شيطانيا. أختي العزيزة، أخي العزيز، أنا أذكر أنني أتوجه للجنسين ضحايا النرجسيين. إذا كنت تعيشين الآن مع نرجسي فنحن نفهم بعضنا، لدينا لغة واحدة، لأننا نعرف مدى حقارة وخبث هذه الكائنات الغريبة، وهذا الفيديو هو أكبر دليل على ذلك. أريدك أن تشاركيه مع أي شخص خصوصا من العائلة لا يصدقك، يعتقد أنك تبالغين، أنت لا تبالغين، ذلك الشريك بين قوسين الذي تعيشينه يوميا هو كائن غريب عنا، كائن لا يتصرف مثلنا، كائن لا يستطيع أن يعيش معنا، بخلاصة كائن غريب الأطوار. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة. في الوصف سأترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية، ورابط موقعي الإلكتروني الذي يتجدد على مدار الساعة. أنتظر على أحر من الجمر آراءكم وتجاربكم في التعليق أسفل الفيديو، تعلمون أن تعليقكم تهمني وتهمني جدا، لأن خانة التعليق هي منبر ضحايا النرجسيين. موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي، كونوا سعداء.